دكتور احمد الانصار رئيس هيئه الاسعاف معايا على التليفون. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك دكتور احمد. يعني بمناسبه تاخر الاسعاف في الوصول للشهيد احمد زكي، بشكل عام كيف يمكن ان يصل الاسعاف قبل ان يموت المريض، قبل ان يموت المصاب؟ مبدئيا هو يعني عزائنا للشهيد احمد زكي ونحتسب عند الله شهيدها مبدئيا. الجزء الثاني سيارة الاسعاف وصلت بعد البلاغ باربع دقائق، لان نقطه الاسعاف اللي في الحي الصناعي تبعد عن مكان البلاغ بحوالي 3 كيلو. اللي حصل بالظبط ان بعد الانفجار على طول تم نقل الشهيد احمد زكي الى مستشفى اكتوبر المركزي اللي تبعد عن مكان البلاغ ب 2 كيلو على طول. يعني ده يعني السيكونس. لا يعني لما هم كلموا الاسعاف يا دكتور احمد، الاسعاف البلاغ جالنا، بص البلاغ جالنا لغرفه الاسعاف يا فندم، والكلام ده مثبت بالتوقيتات اللي دي مسجله ولا يمكن اللعب فيها. الساعه كام؟ 8:45 دقيقه بالظبط يا فندم. 8:45 دقيقه. 7:45 دقيقه اسف. 7:45 دقيقه بالظبط. ذهب الاسعاف الى مكان الحادث امتى؟ بعد اربع دقائق بالظبط من البلاغ تم وصول السياره، ان السياره على بعد 3 كيلو بالظبط من موقع الحادث، ووصلت كان نقلوا الشهيد احمد زكي الى المستشفى. يعني بقى لما وصلت السياره للموقع كان تم نقل الشهيد عن طريق احد السيارات الخاصه الى مستشفى اكتوبر المركزي اللي تبعد 2 كيلو عن موقع البلاغ نفسه. وبعد كده العربيه اتحركت لما عرفت ان المصاب اتنقل على اكتوبر المركزي، اتحركت وراها على اكتوبر المركزي، وهي اللي قامت بتحويله بعد كده هي وهو المصابين الاثنين المصابين المجندين الى مستشفى العجوز. بس انا يعني كان معايا ابنه الشهيد بتقول حوالي ساعه لما جت سياره الاسعاف وقعدوا يكلموا الاسعاف. يا فندم انا بقول لحضرتك توقيت البلاغ ده مثبت على يعني نظام تسجيل الكتروني، انا ما اقدرش العب فيه، يعني ما اقدرش اغيره. يعني وقت ما بنتبلغ غرفه عمليات الاسعاف احنا لا يعني ما ينفعش نلعب في التوقيتات. التوقيت بص وصل لحضرتك للغرفه عندنا الساعه 7:45 دقيقه بالظبط. وقت وقوع الحدث امتى انا ما اقدرش اقوله، لان ده وقت ما بيجي لي البلاغ انا بعرف. يعني وقت ما بيجي لي البلاغ كغرفه اسعاف انا بعرف. فبتدي احرك السياره بعديها على طول. طيب توقيتات محدده يا فندم يعني ده اصل لو بعد اربع دقائق لو الاسعاف وصل الى موقع الحادث بعد اربع دقائق يا دكتور يبقى هيبقى على طول خلف السياره التي ذهبت الى لو علم انه على اعتبار يا فندم على اعتبار ان تم الابلاغ وقت وقوع التفجير بالظبط. واخد يعني حضرتك واخد بالك معايا الفيصل بالنسبه لنا كهيئه اسعاف او كغرفه عمليات اسعاف ان البلاغ يجي لنا باسرع وقت الى الغرفه ليتم تحريك السيارة للمكان بسرعة. بس أنا هل معقول شهادات الناس التي استمعنا إليها منذ قليل دكتور أحمد، يعني الناس هتكذب؟ يعني الناس بتقول إنه الناس هتكذب يا فندم. أنا بقول لحضرتك إحنا أي بلاغ بيجي لنا هو بلاغ مسجل صوت بالصوت. يعني بلاغ جه على الحدث في مكان معين متسجل بالصوت ولا يمحى ولا يجوز اللعب فيه. يعني إحنا يعني ما بنحركش توقيتاته في أي شيء، ما ينفعش. النظام اللي معمول النظام الالكتروني اللي معمول عشان كده، علشان الاحداث اللي زي كده يبقى في مرجعيه لاي شيء. يعني انا اقدر ارجع اي وقت البلاغ جالي الساعه كام واسمع المكالمه اللي اتقالت واتبلغت والابلاغ اللاسلكي للسياره، كل ده مسجل. بس حضرتك هنا لو 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 اربع دقائق يبقى الاسعاف كان يمكن ان يصل حتى الى المستشفى استاذ وائل الثانيه على طول. يعني استاذ وائل دلوقتي انا اعرف معلومه اي اصابه في اي منطقه في الجمهوريه عن طريق الابلاغ عنها لغرفه 123، اي رقم 123 لما حد بيتصل بيه هو بلاغ مسجل. تمام؟ لما بعرف البلاغ وقته يعني بيجي لي الساعه كام بقدر يعني اتحاسب انا بقى رد الفعل بتاع فوق الغرفه الساعه كام. طيب بشكل عام يا دكتور هنا ليه الانطباع السائد وفقا للوقائع انه الاسعاف في مصر يصل بعد ان يموت المريض، بعد ان يموت المصاب، ليه؟ والله الانطباع ده يعني لا هو انطباع مدعوم بالوقائع. وبرضه بالوقائع برضه يا فندم في انطباعات كثيره ومعروفه وحالات قد ايه شلناها سنويا ويوميا وشهريا. ما ينفعش يبقى الاتهام كده. يعني ده اتهام انا لا اقبله بصراحه. طيب هل المسألة ممكن تكون عند حضرتك انك محتاج امكانيات، محتاجين الاسعاف الطائر؟ يا
يا فندم مش فكره الاسعاف الطائر او الاسعاف الارضي او الاسعاف النهري، الفكره زي ما بقول لحضرتك كده وقت وصول البلاغ ووقت تحرك السياره ووصولها الى الموقع. هو ده اللي احنا بنبتدي بنحسبه وبنراجعه مع كل حدث. واحنا يعني بنحاسب نفسنا اكثر من اي حد بيحاسبنا. طيب يعني حضرتك حققت في هذه الواقعه وتاكدت ان الاسعاف ومسجله، بقول لحضرتك ان انا مسجله بالتوقيتات على نظام موجود، الساعه دي ده مستحيل مستحيل. اصل الحقيقه يعني انا عندي الابنه التي فقدت الاب مش هتكذب يعني. انا ما اقدرش اقول كده يا فندم، انا بقول لحضرتك كلام واضح. انا قلت ان البلاغات الخاصه باي اصابه ايا كانت، البلاغات الخاصه باي اصابه هي اصابات. طب ممكن لو نستوضح تاني، اصل الحقيقه القضيه لو نستوضح تاني من الاستاذه ما، لانه القضيه يا دكتور انا مش عاوز انه الناس كلها تحدثت منذ قليل على انه الاسعاف كان يمكن ان ينقذ الشهيد احمد زكي لو جاء في موعده. طبعا مفيش حاجه، انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده لان دي اول حاجه الاعمار بايد ربنا، ده نمره واحد. اه طبعا، بس انا ببحث عن الاسباب. طبعا الحاله الطبيه او حاله الاصابه نفسها، الطب الشرعي حدد الاصابه كانت عامله ازاي. كل الحاجات دي لازم تبحث، ويبحث الاسعاف امتى وصل وامتى ابلغ عشان نقدر يبقى الحساب مظبوط او الحساب موضوعي. امتى ابلغ؟ لان ده لا يجوز اللعب فيه. نمره اثنين، امتى وصل؟ لا يجوز اللعب فيه لان ده موجود. طب انت حضرتك بتتاكد انه وصل بعد 4 دقائق ازاي؟